هي قناعة حقيقية وتوجه حقيقي، سواء إذا كان من فخامة الرئيس بنفسه ومن الدولة بشكل عام، مختلف المؤسسات، الوزارات، الهيئات، الشركات، كله مؤمن بده. ده يديلك دايما الأمل، والأمل الحقيقي والواقعي، مش الأوهام، الأمل الحقيقي والواقعي إنه دايما ليك مستقبل ومستقبل كبير. المهم إنك أنت تشتغل بجد، تبقى مؤمن بقيمة العمل بجد، تبقى مؤمن بهذا الأمل بجد، إنه في النهاية خالص أنت هتوصل لشيء، مش لمجرد إنك أنت توصل له بس، لأنك أنت عاوز تبني حاجة، عاوز تعمل شيء كبير. ده في حد ذاته رائع. يعني خليني هنا الأول أرحب بالزميلة العزيزة الإعلامية ريهام السهلي، وألف مبروك يا ريهام رئيسا لشبكة DMC، ألف مليون مبروك. الله يبارك فيك، انا متشكره جدا. ميرسي يا يوسف. لا على ايه متشكره، على ايه؟ ده اولا شيء، اولا انا وانتي اظن نشكر جدا المتحده على الثقه دي، ومن ناحيه تانية لازم اسال ريهام، ريهام انتي كنتي متوقعه ان ده هيجي في وقت من الاوقات؟ لا الصراحه ما جاش على بالي عمره، يعني كانت حاجه مفاجاه جدا بالنسبه لي، لا ما كنتش متوقعه بصراحه خالص، يعني كانت مفاجأة بالنسبة لي. أكيد اتخضيت وقلقت طبعا، لأنها مسؤولية كبيرة، وهي مش فكرة أن يبقى اسمك رئيس شبكة فتبقى مبسوط، لا أنت لازم قصاد ده تبقى عارف أن عليك مسؤولية كبيرة وأن هي مهمة مش سهلة. فلا طبعا أكيد قلقت واتخضيت، بس بعد شوية يعني لقيت أن أنا طبعا ممتنة جدا وشاكرة للثقة، وقلت طيب يعني اذا كانت فعلا في يعني حد شايف ان انا اقدر اعمل حاجه زي دي، فانا فعلا لازم اعمل اقصى جهد عندي ان انا اقدر اكون قد المسؤوليه وقد الثقه دي، يعني يا رب ان شاء الله باذن الله باذن الله. طب المسؤوليه تخض بصراحه يا ريهام، يعني ريهام أكيد مش رئيسه قناه، دي رئيسه شبكه، صح؟ يعني مسؤوليه كبيره وتطوير كبير وهم كبير زي ما بيتقال. مستعده؟ صح. يعني بإذن الله، يعني بحاول أكون مستعدة وهكون إن شاء الله. وأكيد هنقعد أكيد مع يعني طبعا المسؤولين عن القناة والزملاء وكل يعني الإدارة، طبعا كل شخص في المكان بتاعه، أكيد هنقعد وهنشوف بقى إيه المطلوب، إيه اللي المفروض يكون موجود، إيه اللي محتاجين نشتغل عليه الفترة اللي جاية، ويعني يا رب بإذن الله بإذن الله مع بعض أكيد كلنا إن شاء الله هنقدر إن احنا نعمل حاجة كويسة ونكون يا رب ثقة. يا رب. قدها وقدود يا ريهام. وخليني هنا برضو هسألك على حاجة مهمة جدا، إحنا في صناعتنا في مصر عارفين كويس جدا إنه رئاسة قنوات ورئاسة شبكات تلفزيونية في مصر دي مش أول مرة يبقى في عندنا قيادية بتاء التأنيس، موجود في مصر من زمان، ما أقدرش أنكر ذلك، لكن في نفس الوقت انه اجد انها اعلامية بالتاء المربوطة، وفي نفس الوقت من الجيل اللي ما كانش في دماغه ان ده هيجرى، وانه خلاص يا جماعة يعني احنا مش اجيال محظوظة، مش هنتولى مثل هذه المناصب ولا هذه القيادات الرفيعة وما الى ذلك. انت بتشوفي ده ازاي وفي اي اطار يا ريهام؟ لا بصراحة عمري ما فكرت ان احنا مش اجيال محظوظة ولا ان احنا ما نقدرش. الحقيقة انا من يعني من وقت ما اشتغلت لحد النهاردة، انا بشتغل من 93، بداية شغلي كانت في النايل تي في 93، حقيقي يعني انا دايما بلاقي كنت لا في تقدير، وانه كل ما بشتغل اكتر بيبقى في، هي المسألة مش حظ، هو انت بتجتهد وبتعمل اللي عليك وبتعمل شغلك بضمير، فاكيد اكيد بيبقى في اللي شايف يعني المسؤول اللي فوقيك بيبقى شايف ده وبيقدر ده وبيقدرك. يعني بالنسبه لي انا مش متوقعه كنت اكيد خالص المنصب ده، ولا حقيقي عمره والله بخطر على بالي، لكن لا كنت بحس دايما في كل يعني في كل فتره كده ان انا بتقدر وان في حد شايفني وان انا بعلى اكتر. فلا يعني الحمد لله ما بسميهاش حظ، بسميها اجتهاد، وانه في ناس كويسه في المسؤولين بيشوفوا الجهد اللي انت بتقوم بيه وبيقدروك فعلا. فانا شاكره حقيقي يعني للاختيار ده، وشاكره طبعا الشركه المتحده، وشاكره كل رؤسائي اللي فكروا فيا واختاروني، ومش محظوظه، لا انا شايفه ان انا الحمد لله الحمد لله يعني اما بجتهد بتقدر، فحقيقي بشكرهم جدا الله. وان شاء الله اكون قد التقدير ده والثقه دي. الى اي مدى تشوفي تمكين المراه في مصر يا ريهام؟ شايفاه طبعا، شايفاه واكيد كل الناس شايفاه، شايفينه خلال السنين اللي فاتت دي، يعني احنا من 2014 لحد النهارده، لا احنا شايفين الوزراء السيدات، انت مش بتحط مجرد سيده وزيره علشان تبقى مربوطه، لا صح.
هي بتتحط سيدة وزيرة، بس هي حقيقي حقيقي ست قوية وشطرة وشايلة وليها اسم ومتقدرة. وشفنا يعني شفنا حتى اللي بتخرج من الوزارة مثلا دكتورة غادة والي، ومش عايزة فقط هي ولكن غيرها، شفنا راحت فين واتقدرت كمان طبعا. فين من واحدة من أعلى الجهات في اليو ان، يعني أعلى الأفرع لليو ان اللي موجودة هي فيها الآن في جنيف. فبصراحة لا يعني أنا شايفة أن السيدات واخدين حقهم في البلد بشكل كبير ومتقدرين، وبيتم اختيارهم بعناية، مش مجرد أحط الست في مكان وخلاص، لا أنا بحط الست المناسبة كمان في المكان المناسب ليها. صحيح صحيح. ألف مليون مبروك مرة تانية، وشدي حيلك وقدها وقدود. شكرا جدا جدا يا ريهام. شكرا جدا. كل الشكر للإعلامية الزميلة ريهام السهلي. أنا أشكر الحقيقة جدا الشركة المتحدة على هذا الخط المستمر منذ نشأة وقيام الشركة، دعم وتمكين أجيال شابة، دعم وتمكين المرأة المصرية.